سيسجل في مرماهم هدف، خاصة وهم يطمحون بالفوز. وهذه كرة وهدف، الله، هو رمضان، هو رمضان، الله 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 الله. أحيانا أنت لست بحاجة للكلام، فالفعل سابق قبل أن تتكلم. رمضان بهدف يعبر عن جماله، يتكلم عن نفسه ويقدم لنا سحره. بيراميدز بداية اللقاء سيطر وعنون بهدف أول بأنه قادم إلى استاد الإسماعيلية من أجل التفوق بل الفوز. الفريق السماوي لجراحه يداوي، كالعاشق الهاوي لا يمكن له أن يفرط وإن ضاق المراري. الله الله على رمضان، بلمسة بلمسة وطح في الشبكة، وطح في الشباك وتقدم بهدف أول. وكأس الفراق هي السيلم، على جيل وعلى تاريخ. اليوم أصبح أمام واقع مر. هدف ثاني، هدف ثاني، الثاني الثاني الثاني. الله 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 الله، هو إسلام على المرمى لا يسالم أبدا، هو إسلام أمام الشباك لا يسالم أبدا، بل يطرق الشباك بأقدامه التي تعرف المرمى. السماوي على ماذا ناوي، على ماذا ناوي؟ نعم، هنا مر، هنا عدى، هنا وطح بثقة الرجال، بثقة اللاعبين الكبار. شوف فخري لكاي، ثم عادت لإسلام عيسى. الله يا إسلام، الله، نعم الله يا إسلام، الله، بثقة بثقة من أجل العودة في المباراة. كرة لعبت إلى الأمام ثم عادت لفخر الدين بن يوسف، التغطية والمطالبة بركلة جزاء في اللقطة الماضية، ثم عادت للإسماعيلي من جديد. يا أنور خطير، الله 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 الله، هذه قذيفة في المرمى، هذه قذيفة في المرمى، لم تكن قدما عادية، لم تكن تسديدة عادية على الإطلاق. من أين لك هذا يا ياو؟ من أين لك هذا يا ياو أنور؟ ينير طريق الإسماعيلي نحو العودة في المباراة. الله 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 الله، شوف الافتكاك، شوف الافتكاك ثم التصويب والتسديد، وكأنه تدرب على هذه الكرة مرات ومرات. الإسماعيلي يعود بتقليص الفارق.